ذاتا انا عندي فوبيا من السفر، ما بحبه بنوبة. بس حبيبي انا كثير بحب السفر، يعني كثير بفيدني بشغلي بحياتي. خلص مثل ما بدك، اللي بتحبه انت انا بحبه منيح هيك. يلا جاي. عندي ذكور لحظة. ايه تفضل صغري. ولك شو صار ليك؟ شبك يا مامي؟ لسه كل ما قال لك شغله بتقلي له انا وانا؟ قولي ايه، وبعدين بس تصير ببيته بتغير كل شيء. يا مامي يا حبيبتي، نحن هيك النسوان نتمسكن لحتى نتمكن، وعلى امرك تشكو القاسي وانت تأمر تقبرني من عيوني ابن عمي. وبعدين يا حزرك شو بصير؟ ما في شيء بيطلع الا من تحت امرنا وشورنا. بقى اسمعي كل الكلام وارمي اللي ما بيعجبك بنص البحر. شبك يا مامي؟ ماما أنا عندي فكرة، شو رأيك نقوم نروح على البيت لأنه الساعة صارت 12، بكرة عندي فايقة الساعة 8 الصبح، وكمان هلا عندي تحضير للبرنامج، لك ما عاد لحق. خلص خلص يلا بنشرب فنجان قهوة بنمشي يلا. ماما عم قول لك الساعة 12، أنا قهوة هلا. لك حيرتيني، مو بدك تصحصحي مشان تعملي الحلقة، شو صار لك؟ بكرة بكرة مو هلا. خلص خلص يلا، لو سمحت اثنين قهوة. يا الله. لك قومي هلا بيجي خطيبك، امسكي كلي مشان تصحصحي. احكي معي قاعدة لحالي أنا كمان. هلأ بتنامي بالبيت؟ إيه؟ شو بدك تحضري مامي؟ ليش ما عم تفهم علي؟ أنا بحبك وبدي تحبني مثل ما بحبك. أنا ما بدي ذهب وألماس، ما بدي قصور، بدي تهمسلي بدني بحبك، تلمسلي إيدي بحنان، تحط إيدك على خصري وإنت ماشي معي. بدي أحس الحب والشوق بعيونك. أنا بحبك بس أنت مو حاسس فيني. فكر المصاري هي اللي رح تساعدني؟ لا ما عم تساعدني، لأني بدي إياك لك، بدي حبك واهتمامك، بدي أخفى على صدرك، بدي أحس أنك محتويني. هنا يشعر كريم بالندم فيقترب من روعة ويقول لها: شو؟ لعلها سهرانة لسه ما نمتي؟ حبيبي عم بكتب كم مشهد، بدك شي؟ يا ربي قولي اللي ببالي تنفك عقدتها يا رب. لا سلامتك، قومي 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 طفي الضوء ريح عيونك. الصباح رباح. يلا بابا يلا حبيبي، إذا خلصت أكل قوم جيب الشنتاية لوديك على المدرسة. قوم يلا. يعني لإمتى رح تروح على المدرسة؟ لحتى يحل عنا أخوي، أنا ما عاد مطمن على الصبي. قلت لك أخي ما عاد رح يعيدها، يعني بضل عبد الله ابن أخته، ما رح يهون عليه فيه، لو بده يأذيه كان أذاه وأذانا من الأول. يعني هو على أساس إنه ما أذاه وما أذانا. بعدين معلش بطلي هي هي تبع ابن أخته؟ جورج لا مش شايفك ولا مش شايف ابن أخته ولا معترف عليكم. ليش هيك عم تحكي معي؟ لأنه هي الحقيقة اللي أنت ما بدك تصدقيها ولا بدك تشوفيها. جورج ما عاد أخوكي، وابنك ما له ابن أخته، وابنك ابن عدوته. إيه بس بضل أخي. بضل أخوكي، هذا شيء بخصك أنت وجورج، بعده ابني عنه الله يخليكي، لأنه إذا أخوكي بيقرب على ابني مرة تانية أنا بدي أطلع بروحه. يلا بقى يلا تعال. روحي معنا؟ ما في يعني تسجيل. اوكي خلص. طيب ما في شيء، ما في شيء حبيبتي انتي، ما في شيء. الكل بيعرف انه الحب شيء والارتباط شيء ثاني تماما. الارتباط مسؤوليه، التزام، حياه طويله مشتركه. الارتباط انه تتحول مع شريك حياتك لروح وحده. انا اللي بسمعك بصدق. تضربي شكلك شو مفزلكي، لك يقطع عمرك.
الله يخليك يا ست ميرا، لا تبغزيني، ما اشتقت نازي على الدرج. يا قلبي يا ابو محمد، انا ناقصه رعبه. والله كنت عم بصي عم بصي. اتركه رح تكسر له ايده للزلمه. يلا ابو محمد يلا. الله يخليك يا ست ميرا، الله يخليك. شوفي لي وجهك تشاور شيء حبيبتي. ميرا ميرا لا تعوفري انت كمان، وشك ما فيه شيء، والزلمه كان عم يسقي الزريعه بمية البير مو بمية النار، ليكك مثل القمر. وانت انا ليش مشيتك جنبي؟ لا تقيس طولك ولا لحتى تحميني، حساب المي اللي نزلت علي مو مي عاديه، كانت مي نار، شو بستفيد من طولك ولا عرضك انا؟ ست ميرا والله تفاجأت. تفاجأت؟ حلو، بيخطر لك مثلا اللي عم يهددني يتصل بالتليفون ويخبرني ولا يبعث لي مسجين ثلاثه لاحطاط قبل ما يرمي على وجهي مية النار. اصلا مش الحق عليك، الحق علي انا. باي. الله يكون بعونك. مع سارة وبس. مثل ما الكل بيعرف انه الارتباط بزيد الحب، مسلسل زمن العارضة رح معضلة، خاصة انه الزواج المدني والموالد وصلتنا اليوم غنية لرامي عياش بعنوان مجنون، رح يسمعكم اياها طهرة. مجنون؟ شو القصة سارة؟ والله ما بعرف، هذا الحكي كلياته مو انا اللي كاتبته، ما في كلمة ضابطة على الثانية. والحل هلا؟ شو الحال؟ أنا بعرف شو الحال؟ ما بعرف، خلص رح ارتجل. وإيميلات الحلقة الماضية اللي كان لازم تردي عليها اليوم شو؟ ما في ولا أبداً ولا إيميل، كله ممحو. برأيك هذا الشيء بصير ونحن على الهواء؟ برأيك أنا طالع شيء بإيدي، يعني شو بدي ساوي؟ خلص أنا أصل حقك الله طربوشي. سارة، معك 10 ثواني لتزبطي هالقصص وشيلي لي هالكمبيوتر الخرفان من قدامك. شو عملة؟ استنى شوي. كله حاطينك على الانتظار. أيوة أم محمد. أم محمد من الشام. شو عمالكم من جديد أعزائي المستمعين؟ ومع الاتصال من أم محمد. أهلا وسهلا فيك يا أم محمد. ألو أنسي سارة، أنت مقتنعة بالكلام يلي كنتي عم تقوليه من شوي؟ حاجتك تقطعي الحشي بكلام ما إله لا طعمة ولا معنى. حاجتك إيه حاجتنا تصير وحكي جرايد؟ إيه والله قرفنا. اسكتي 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 أحسن لك. عفوا بس أنا ما كان قصدي. قصدتي ولا ما قصدتي؟ إيه من شان الله حاجة تنظير. كرامة لله والله ملينا منك. لسه كل واحد بيطلع لي على الراديو بيفكر لي حاله أوبرا. ألو 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 منكم نفقد الاتصال مع أم محمد، رح نوقف هلا مع فاصل قصير. العمى ضرب بس سكرت الخط بوشي. معها حق، جبتي لها الجلطة. والله تاريكي يا أم هيثم تنفعي بالتمثيل بأدوار اللأمن. إن شاء الله كل شيء تمام. سارة شو القصة؟ هي ثالث اتصال بيجي على البرنامج من هالنوع. يعني أنا شو طالع بإيدي؟ شو فيني أعمل؟ يعني هذا اللي صار؟ لسه ناقصني أنا كمان لبكي؟ عين هيثم بتشوفك يا عم هيثم، إيشو هالتمثيل هذا؟ بتاخدي أوسكار أدوار الشر. حقك علي، حطيتك بموقف محرج بس مالي غيرك شو بدي ساوي. ولو أنت مثل ابني حبيب قلبي، بس فهمني، هي سارة شو عاملة معك لحتى عم تضايقك لهالقد؟ والله أنت هني وما بتضايق حدا. معك حق يا عم هيثم، بس هي اللي عاملة حالة ملاكة بتقعد بتنصر بالساعة وبالساعتين على البشر كل يوم، خربت لي حياتي. عرفتي ليش حاقد عليها؟ ولا ما أقولك مقدرش أقولك، غير كل طريقة حبك ليا أو غير عليا، ولا فاجئني في مرة وقتلي هدية وابدع عليا أعمل حاجة أنا مش عارفة. مشكلة ومع خطيبي، وخطيبي عم يشك فيني وأنا ما عم بعرف شو بدي أعمل. مين؟
سوري عفوا بس اذا في مجال تسالي سؤالك لانه ما سمعت. بالنسبه لانسى ساره صار لها فتره مخربطه لدرجه طلبتني لعندي على المكتب نتناقش انا وياها بالمره انا قلت لها وجهه نظري لازم تاني ما كان قصدي انا اسف. لا ليش؟ اسحب كرسي وقعد نكمل السيره ما ورانا شيء اليوم. انا بمكتبي. أعزائنا المستمعين بنعتذر منكم كتير لكل يلي بعتوا اس ام اس ولكل يلي بعتوا لنا ايميلات كمان لحتى تجاوبون على اسئلتهم واستفساراتهم العزيزة والغالية على قلوبنا. ان شاء الله بالحلقة القادمة رح نجاوب على كل تساؤلاتكم. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، شوفكم بالحلقة القادمة ان شاء الله من برنامجكم مع سارة. ان شاء الله تضلوا بخير. شو قصتك سارة؟ كيف يعني بدك ضلك ساكتة بعد ما عرفتي؟ شو يعني بدك يعني اخرب بيتي بايدي؟ يا ست ام جمال. يا ست ام جمال ايه؟ انت عم تقولي لي صاحب السوبر ماركت عم يتحركش بولادكم على الطالعه والنازله، مزبوط هالحكي؟ ايه مزبوط. طب شو عم تقولي بدي اخرب بيتي بايدي؟ ليش هذا لحاله مو خربان بيت؟ والله اذا بيقدر ابوه غير يحبسه بالبيت ويمنعه يطلع لحاله. طيب وانت برايك هذا هو الحل؟ يعني نمنع اولادنا يطلعوا من البيت وفي واحد حقير قاعد بالسوبر ماركت تبعه عم يتحرش فيهم على الطالعه والنازله؟ يعني شو بدي اعمل؟ انصحيني. في حدا غيرك اشتكى؟ يعني شي جارة أو ولد من الولاد؟ شو بيعرفني؟ الكل عرفان وساكت. وتاركين هذا المريض النفسي يخوفكم بدل ما تفضحوه وتحموا ولادكم منه ليه؟ يا أستاذة ريتا، هيك قصص بتجر لمشاكل وفضايح، يعني من قصة مدة إيد وحركشة منصير بالمخافر والمحاكم وبصير فضايح ساعتها. طيب وليش شايل عندي مزام ما بدك تكبري القصة؟ يعني انا قلت لحالي بركي انت بتروحي بتدعي عليه للزلمه، يعني هيك من راسك لراس الشرطه بتقولي لهم يجي يلقطوه ويدكوه بالحبس، هيك بنرتاح منه ومن قصصه وسخه. يا ست ام جمال مو هيك القصص بتصير، يعني الموضوع اكبر من هيك بشوي، مو مين ما كان بيشتكي على مين ما كان فبيقيموه بحطوه بالحبس، بدها ادله واثباتات، ناس مثل حضرتك تشهد وتشتكي. معناها خلص انسي انه اجيت وحكيت لك. الله يستر عليك يا أستاذة، والله إذا عرف جوزي غير يطلقني ويحبس ابنه ويطلع يقتله لصاحب المحل، يعني رجال دمهم حامي، إيه هيك قصص ما فيها مزح أبداً، إيه والله ساعتها بيصير الدم للركب.